السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في تاني فيديو في المحاضرة رقم 1. طيب ايه هي الاوبجكتيفز او الاهداف او التارجتس بتاعتنا اللي احنا نطلع بيها المحاضرة دي؟ يمكن احنا قلناها في اول محاضرة، مش محتاجين، بس تعال نبدأ نشوف المحاضرة بتتكلم عن ايه. اول حاجة بتتكلم عنها المحاضرة understand the desperate need for strategic information. ليه ان انا هبدأ ان انا اعيد recycling للداتا بتاعتي، للانفورميشن بتاعتي، او انا ايه الخطة او المنهجة اللي هتخليني استفاد من ان انا هبدأ اجمع اكتر من داتا سورسز في الاخر عشان اطلع ريبورتس؟ ليه ما استفدت، ما قلتش ان انا اعملها على الداتابيز اللي بيحصل حاليا؟ فايه الاستراتيجية او الخطة اللي ممكن تعملها اي مكان، او البيست استراتيجي عشان استفاد من الداتا اللي موجودة عنده؟ اتفقنا كل الناس دلوقتي بتتحارب او بتحارب نفسها او بتحارب اللي معاها عشان تبدأ تطلع النولج من الداتا اللي موجودة عندها، من الكنوز، من كنوز الداتا اللي موجودة عندها اللي احنا بنشوفها حاليا بتبيع ملايين. الداتا بتاعتنا احنا بتتباع، ما علينا، مش هندخل في حوارات تانية. بس ايه هي الحاجات اللي استراتيجي انفورميشن استفادها من الداتا وورز؟ ريكوجنايز انفورميشن كريسيس ات افري انتربرايز. كل مؤسسة كبيرة عامة عندها مشكلة كبيرة في حجم الداتا الموجودة عندها او حجم الترانزاكشن بتحصل عليها. ازاي بقى ان انا استفاد من الداتا؟ يعني هي عيب ولا ميزة؟ عيب وميزة. عيب لو انا ما استفدتش من الداتا اللي موجودة عندي من الكم الهائل ده، والميزة ان انا استفاد من الداتا دي وابدأ ان انا مش شرط ان ابيع الداتا دي، استفاد ان انا منها اطلع المناطق اللي انا عايزه ابيع فيها اكتر، والمناطق اللي هي ممكن تكون تفيدني اكتر. ايه هي الموظف المثالي في مجموعه الفروع اللي موجوده عندي في الشركات المتوزعه في جميع المناطق؟ ديسك ديسيشن مثلا، ممكن حاجه ممكن ما تحصلش معينه، وفي مشكله بتتفاقم وانا لازم اخد بالي منها. دي كلها المعلومات اللي ممكن بتوجهها المؤسسات ان انا لازم ان انا احافظ عليها عشان اقدر استفاد منها. distinguish between operational and information system. هنفرق، ويمكن احنا فرقنا في الاول المحاضره بين operational information system، بس بسرعه جدا. operational هي الاونلاين ترانزاكشن، هي داتابيز عاديه. informational system اللي نبدا نتكلم فيها في الداتا وورهاوس. clearly see what data warehousing is valuable solution. بوضوح هنبدا نشوف ليه داتا warehousing، ليه هنستخدمها، وهي كسوليوشنز مهمه ليه جدا في عالم البيزنس اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا بنشوف عامه. understand business intelligence for enterprise. ايه فايدة business intelligence للشركات الكبيرة جدا او ان كان مؤسسة كبيرة جدا ممكن نشوفها؟ business intelligence من ضمن الحاجات برضو المشهورة حاليا في السوق في الماركت، والناس فيها بياخدوا الوفات عشان يبدأ يطلعوا analysis للداتا اللي موجودة عندي. ربنا يخليني واشوف ناس بياخدوا الوفات، بس اهم حاجة تفتكروني ان شاء الله بالخير. introductions طبعا انتوا خدتوا اتعلمتوا ازاي تعملوا وانتوا شطار جدا ديزاين وامبلمنتيشن. انا شايف حد ورا بيسقف احنا عملنا وحافظين داتابيز، ماشي شطار. فاحنا عارفين ان اتعلمتوا انتوا ازاي تعملوا ديزاين للداتابيز وامبلمنتيشن وتمنتين والادمنستريشن للداتابيز عامه. المحاضره بتقول كده مش انا اللي بقول، تمام؟ وازاي احنا سبورت الداتا بتاعتنا. طيب لو في حد مش عارف الداتابيز هي ايه او الديزاين امبلمنتيشن بتاعها وازاي بيحصل لها مينتيننس، ممكن تقولوا لي وانا ابدا اعمل عنها فيديو عادي جدا خالص. اي ايه اللي ممكن يحصل لاي داتا، اي حاجه ممكن في الحقيقه يحصل للداتابيز. يعني البيت نفسه وبين الاسره ممكن يحصل داتابيز عشان نشوفه مثلا بيعملوا ايه يوميا، الحاجات دي بتتكرر كم مره. اي حاجه ممكن في الدنيا تحصل داتابيز، بس ممكن ايه اي حاجه فيها اوردرز، انفنتوري المخازن، بيرول البيشنتس، تشيكينج اكاونت، انشورنس كليمز، دي كلها ممكن حاجات يحصل ليها كل يوم داتا اللي احنا بنقول عليها ان هي داتا اوبريشن داتابيز اللي بيحصل عليها ترانزاكشنز. اي حاجه اوردر بروسيسنج مثلا زي اي كوميرس بروجكت، الناس كلها كل يوم مثلا بتعمل اوردرز معينه عشان تبدا تطلب حاجه من الويب سايت ده. طيب there are effective in what are they designed to do. احنا خلاص خدنا طريقه المثاليه ان احنا ازاي نبدا نعمل ديزاين داتابيز بتاعتنا. الهدف الاسمى، الهدف الاسمى من اي داتابيز عامه ان احنا جذر، ان انا ابدا اجمع الداتا بتاعتي وابدا استور الداتا دي، والداتا دي بعد كده اخزنها وابدا اعمل اللي عليها اي بروسيس. شفتوا على بروفورم دي الروتين ممكن ايه يحصل؟
يبقى الداتا بيز عاديه جدا، الهدف منها الاسمى او الاكبر ان هي بتخزن ليا كل يوم مجموعه ترانزاكشنز، وبعد ما مجموعه الترانزاكشن دي يحصل ليها ستور بيبدا الحاجه دي بيحصل عليها بروسيس. بروسيس معنى انا ممكن اعمل عليه اي مانيبيليشن انت ممكن خدتوها من الدي ام ال اللي هي داتا مانيبيليشن لانجويج، تمام، او ان انا ابدا اعمل عليها كويري عاديه ان انا على الداتابيز الموجوده عندي. They provide online information and produce failure to freeport to monitor return business. طبعا الداتابيز اللي انا هبدا حاليا في الفتره اللي هنتكلم فيها الداتابيز اللي هي الموجوده عندي دلوقتي من خلالها اقدر اطلع مجموعه مختلفه من الريبورتس، تمام، عشان امنتور البيزنس اللي بتاعي. يبقى الهدف من الداتابيز بتاعتي ان الهدف الداتابيز كعامه ان هو جذر ستور بروسيس، ان انا ابدا اجمع البيانات بتاعتي في داتابيز واحده، وبعد كده ان انا ستور اجمع المعلومات وبعد كده اخزنها وبعد كده اعملها بروسيس من اللي انا قلته دلوقتي، تمام. وبعد كده الهدف بعد ما خزنت المعلومات في الداتابيز هتفيدني في ايه؟ ان انا هبدا اعمل ريبورتس على اللي بيحصل كله في البيزنس اللي احنا شايفينه. قالوا لنا في الستينيات، طبعا احنا نصدقهم عادي ان احنا مش محضرناش الستينيات، كان من start building and using the system and have become completely dependent on them. خلاص من الستينيات ان الشركات بدأت تعتمد على الكمبيوترايز سيستم وبدأت تعتمد عليها خلاص في تخزين الداتا، ما عادش فيه ورقيات، فالناس بقت خلاص هي التكنولوجي هو العصر اللي احنا عايشين فيه، وعصر الورقيات بدأ يندثر، حتى بعض الجورنالز بدأت تقفل عامة يعني، بس ما علينا. فبدات الشركات عامه كل اعتمادها على الكمبيوترايز سيستم علشان تبدا تخزن بيانات بتاعتها اللي بيحصل ديلي. طيب في التسعينات برضو احنا المفروض ان احنا نصدقوا ان احنا ما حضرناهاش، معلش انتوا الاكبر المفروض تصدقوا. البيزنس بدا جرو بيحصل مور كومبلكس. اي بيزنس مثلا لو هناخد شركه زي شركه محمول لسه فاتحه فعندها شويه كاستمرز، طب الشويه كاستمرز دول بداوا بعد كده يكبروا، بعد كده يكبروا، طب الكاستمرز دول بعد كده معلوماتهم تدخل عندي ديلي او ويكلي او ايا كان، فبدا حجم الداتا اللي بناء على الكاستمرز وبناء على الفروع بقى مور كومبلكس. فالداتا والكوبريشن بتاعتي بدات سبريد، خلاص الشركه المؤسسه اللي فيها بدات تكبر، والكومبيتيشن بتوين الشركات بقت كومبيتيشن زي ما انتم بتشوفوا فظيعه علشان يعرفوا يطلعوا منك السخسوخ، سوري اللحلوق، الجنيه او الريال. فبدات الناس تتفنن ان هي ازاي تبدا تطلع منك، او الشركات ان هي تطلع منك الفلوس عشان تبدا تكسب. بزنس اكسكيوتيف بيكام سبريد for information to stay competitive and improve bottom line. ان الشركات دلوقتي بتتسابق عشان المعلومات اللي موجوده عندها، المعلومات يسموها المعلومات الكنز اللي موجوده عندها عشان تقدر تمبروف البرودكشن اللي عندها. ايه بروبلم والسوليوشن بتاعتنا؟ زي ما احنا اتكلمنا في اول محاضره، يمكن انا قلت لكم المحاضره كلها بتتكلم عن ايه، بس هي نقول بالتفاصيل. طيب دي خليها في الفيديو الجاي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله عشان هتكون فيها كلام كتير.